حق الحمد. كرة تنهي العارضات وتسجل هدف لصالح المنتخب الوطني. صراحة مللنا من الكرات التي ترتطم بالعارضة، مللنا من الكرات التي لا تنتهي بشكل جيد في الخط الأمامي. فعلا هدف يأتي في هذه اللحظات عن طريق نفتي الذي يتمكن من تسجيل هدف أول في هذه المباراة من أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، بعد أن سجل الوردي عدنان الغائب عن هذه المباراة من مدينة فاس. طبعا الوردي غايب.